يقول انه يعيش في بريطانيا ويصلي جميع الاوقات في البيت ما عدا الجمعه، هذا بالمسجد سبع، عدم وجود مسجد في المنطقه. اذا لم يوجد مسجد في المنطقه فلا اسم عليك حينئذ. اذا كان هناك مسجد ولو بعيد تستطيع الذهاب اليه فذهابك اليه افضل. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لبني سلمه: يا بني سلمه، لما ارادوا الانتقال قريبا من مسجد رسول الله دياركم تكتب اثاركم. وهذا لانهم كانوا يحمون المدينه من ناحيتهم. وبالله التوفيق.